بالعلم ويا العمل ضريري جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. الحقيقة في البداية حابب أرحب بكم في سلسلة فيديوهات جديدة تحت عنوان من أين أبدأ وكيف أبدأ في الشبكات، سؤال لطالما حيرا، مع أخوكم المهندس عادل حمدي. وحابب قبل ما أبدأ أنبه التنبيه الحقيقة اللي كل مرة بنبهه وبأكد عليه وما عنديش تنازل عنه، اللي هو إن سلسلة الفيديوهات دي مش مجانية. هي الحقيقة مجانية من حيث إن أنا مش عايز منك مقابل مادي أو مش عايز منك حاجة خالص، نفع شخصي يعود عليا، لكن كل اللي بطلبه من حضرتك إنك زي ما استفدت من فيديوهاتي تاخد عهد على نفسك إنك تفيد الناس. لازم تشاركوا يا جماعة في العمل التطوعي أو العمل الخيري، لازم. الحياة والله صدقوني ما بيبقاش ليها طعم خالص إذا دنيتك تشتغل لنفسك. صدقوني السعادة كلها في إنك تنفع الناس وتفيدهم. أنا دايما حتى أقول لنفسي كده، التوفيق اللي في حياتك ده طبعا بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى وبعد رضا أمي عني، ربنا يحفظها ويبارك في عمرها، كل التوفيق اللي في حياتي ده سبب دعاء الناس لي، لاني بكتب مقالات، بسجل فيديوهات، عامل قناة على اليوتيوب بنشر فيها الفيديوهات ديت، عامل جروب على الفيسبوك بحاول افيد الناس على قد ما اقدر. اللي انا عايز اقوله ان الحياة بيبقى لها طعم بالعمل الخيري التطوعي، صدقني هتحس لحياتك بطعم. فاللي انا عايز اقوله ان زي ما انت بتسمع فيديوهات وبتستفيد منها لازم تفيد، وإذا ما عملتش كده أنا مش مسامحك إنك تسمع فيديو. لو سمحت ما تسمعش فيديوهاتي. إذا هتسمع فيديوهاتي لازم تنفع الناس وتفيدها، لازم. وخليني أقول لكم على حاجة مهمة برضو، ناس كتيرة بتسألهاني، يقعد يقول لك بس أنا ما بعرفش أشرح فيديوهات، ما بعرفش أعمل فيديوهات. أنا ما طلبتش منك المقابل إنك لازم تعمل فيديوهات زي ما أنا بعملها، لا. اكتب مقالة، اشرح موضوع للناس انت فاهمه، ترجم مقالة، كتاب انجليزي ترجم فيه مقطع مهم، شوف واحد بيسأل في المنتديات في عنده مشكلة ساعده فيها، واحد عايز مادة علمية كتاب معين في جزئية معينة، الكتاب ده عندك انشره له، ارفعه له على الانترنت وادي له الرابط. هي دي الفكرة، مش الفكرة ان انا بقولك لازم تعمل فيديوهات زي بالظبط، لا، بس الفكرة ان انا بقولك ان انت ما تشتغلش لنفسك بس وتاخد الفيديو وتطلع تجري، لا، ارجوكم يا جماعه ساعدوا بعض. فارجو زي ما بقول وبنبه، هوت انا خصم اي حد يسمع فيديوهاتي وما ينفعش الناس باي حاجه باللي يقدر عليه، والله المستعان. طيب الحقيقه قبل ما ابدا في السلسله ديت، يمكن معظمكم عارفين قصه السلسله دي جت ازاي او ليه انا بسجلها منفرد. ان السلسلة ديت كانت المفروض تتعمل على شكل ندوة تبع معهد الدارين لتكنولوجيا المعلومات، وسبحان الله يعني قدر الله ما شاء فعل، بعد ما يعني عملنا الندوة وهي كانت لايف لمدة ساعة ونص حصل مشكلة في الصوت كده وفي القاعة وما قدرناش نكمل. طيب ليه ما عملتش ندوة تانية؟ والله الحقيقة المشكلة ان انا يعني ما عنديش وقت، وانا عارف نفسي يعني هأجلها كمان شهرين، فبالتالي انا لقيت الموضوع جاهز معايا، الفيديو تسجيله ما عجبنيش خالص، في تقطيع، في حبل افكارك مش متسلسل، فقررت ان انا اسجلها على هيئة فيديوهات، هيئة سلسلة، وبدل ما هي ساعة ونص وما كملناش الموضوع، يعني احنا يمكن ما قلناش نص الموضوع، فاعملها على هيئة فيديوهات وانشرها مرة واحدة. مش عايز اقول لكم حتى ان انا يدوبك بعد ما حصلت المشكلة في قاعة الندوة نمت لي ساعتين وصحيت عشان اسجل السلسلة، لان هي جاهزة عندي ويعني الموضوع في دماغي، فالافضل ان انا اسجلها على طول ما نستناش وقت الحقيقة، علشان ما تنضفش السلاسل اللي موجودة عندنا على القناة وما كملتش وكده. يعني انا دايما ما بحبش اعمل عمل ونسيبه معلق كده، لان التعليقة دي بتبقى صعبة شوية، الا الاعمال الطويله الكبيره زي اول سيسكو لابس دي محتاجه وقت كبير وعمر طويل عشان ننجزها الحقيقه.
فده بس كان تنبيه. والحقيقة الناس في أكاديمية الدارين ما قصروش خالص والله، وتعبوا معانا تعب كبير جدا، فلا نملك إلا أن نقول لهم يعني جزاكم الله خير. طيب نبدأ بقى في سلسلة من أين أبدأ وكيف أبدأ في الشبكات، سؤال لطالما حيرك. الحقيقة عايز أقول لكم النهاردة محدش يمسك ورقة وقلم. التنبيه الظريف ده اللي هو محدش يمسك ورقة وقلم، لأن احنا الحقيقة النهاردة ما بنشرحش حاجة تقنية، احنا عمالين ندردش معاكم شوية. يعني عايز أقول إيه، إن احنا متعودين دايما إن عادل ده بتاع أول سيسكو لاب مركز وجد وبيشرح بسرعة ويقول لك لا روح اقرأ الحتة دي. يعني الحقيقة عادل ده اللي انتم متعودين عليه في أول سيسكو لاب مش هيبقى هو عادل بتاع النهاردة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلاقوها في عادل هي الحماسة المعتادة، التفاؤل، السعادة إن مجتمع معاكم، لأن الحقيقة والله وأشهد ربنا سبحانه وتعالى على صدق إن أنا بحبكم في الله، والله أتمنى أشوفكم أحسن مني قادة كده، يعني تقودوا الشباب لتقدم سواء في مجال الشبكات أو في مجال الاي تي بشكل عام، قادة تعيدوا للأمة مجدها. فربنا ينفع بيكم يا رب، ربنا ينفع بيكم ويوفقكم، والسلسلة دي تنفعكم فعلا إن انتوا تكونوا مهندسين خبراء كبار جدا تفيدوا نفسكم وتفيدوا الناس. علشان كده حابب أقول لكم بيتين شعر ولعلهم يعبروا عما بداخلي، وبسرعة كده أقول فيهم: أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم، أحبابنا إخواننا ما أجمل الدنيا بكم، ما أجمل الدنيا بكم، والله 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 لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. والحقيقة كان نفس السلسلة دي تتم، والله كان نفسي تتم في الندوة، لأن الحقيقة كنت حاسس إن أنا شايفكم قدامي، كنت حاسس إن أنا شايف ابتسامتكم، كفاية إن أنا كنت لاقي منكم متابعة يعني وتركيز ما شاء الله بشكل كبير جدا. يعني كان في الندوة حوالي 280، حتى مع المشاكل اللي حصلت في ناس بدأت تمشي صحيح، لكن يعني أنا بقيت مستغرب حوالي 187، شوفوا أنا فاكر الرقم بالظبط إزاي، 187 واحد، لأنهم صابرين لآخر لحظة مش راضين يمشوا ولا يسيبوا القاعة، ومصممين يسمعوا السلسلة في الآخر. يعني مش عايز أقول لكم الناس انتظرت ساعة وساعة وربع عشان نحل مشكلة الصوت، والحقيقة ما اتحلتش وقدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، هي بس يعني يمكن الحاجة اللي خسرناها الحقيقة في قصة الندوة دي اللي هي جزئية التفاعل، ان الحاجة لايف، ان كان هنفتح باب النقاش مع الشباب اللي موجودين، نتلقى الاسئلة نجاوب عليها، اذا في حاجة فاتتني ان انا اوضحها، والشباب يعني هي دي يمكن الحاجة المعنى الكبير او الحاجة الفايدة العظيمة اللي احنا خسرناها في مسألة الندوة واللايف عن طريق اكاديمية الدارين. لكن ان شاء الله متعوضة، اللي هيبقى عنده أسئلة وحابب يسأل في جزئية في الفيديو ده أو في سلسلة الفيديوهات ديت ممكن يتواصل معانا على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، وأنا هكتب لكم أو هتكلم كمان شوية عن طريقة التواصل معايا، ومش بس طريقة التواصل، لا طريقة التواصل المسلم معايا. برضو حابب أتكلم عن حتة مهمة جدا شخصية، حتى تهمني أنا شخصيا، والجزئية دي أو الهاجس ده أو المعنى ده لما ورد على ذهني خلاني أتردد ألف مرة أن أنا أعمل السلسلة، لدرجة أن أنا يعني حتى كنت قلت الكلام ده أن أنا لآخر لحظة قبل الندوة بيوم قلت لا أنا مش هعمل الندوة دي، أنا هتصل بأكاديمية الدارين أقول لهم إلغوا الندوة. ليه طيب؟ إيه السبب؟ زي ما بقول ظروف الحياة النهاردة صعبة جدا، الحياة قاسية، وفي ناس بتبقى إيمانها بالله سبحانه وتعالى ضعيف شوية، فيجي عادل يقول له أنا هحط لك خطة وتمشي بكده وتعمل كده وتصرف من فلوسك قد كده ووقتك وعمرك وي وي وي، وفي الآخر إن شاء الله هتوصل وكده وهتبقى يعني حاجة ممتازة وراتبك هيوصل 60,000، واحد بقى إيه أحمس فيه، فهو يمسك الخطة ويمشي. لكن في ناس زي ما بقول لكم ما عندهاش صبر، تستعجل الثمرة، عايزة توصل بسرعة، مش عارفة ان لازم كده تمشي بالقاعدة اللي بتقول من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، فهو مستعجل
يقول لك يا عم انا مشيت زي ما عادل ده قال لي وصرفت من عمري وفلوسي وما وصلتش، مع انه خلاص ممكن يبقى قرب، يعني ممكن يبقى فاضل له، عارفين النقطة التي يعني كسرت الصخرة هي النقطة دي اللي عليها الدور، لكن هو يمنع النقطة دي، يقول لك خلاص انا هوقف انا زهقت من المحاولة. ومش بس بقى يوقف، ويقول لك يا اخي روح منك لله يا عادل، انت السبب اللي خليتني اضيع فلوسي وعمري، ويبدأ يدعو علي. الحقيقة المعنى ده فظيع جدا بالنسبة للواحد، ان الواحد يكون سبب في ان واحد يحس ان هو خسر عمره او حياته. لان انا مش جاي النهارده اكلمكم في بشرح لك سويتش ولا راوتر ولا بشرح، مش بشرح لك حاجه، لا ده انا بخطط معاك لمستقبلك. فلما يجي واحد يدعي عليا وانا اصلا بعمل السلسله دي عشان الناس تدعي لي، ده تبقى مشكله كبيره خالص. فانا ارجو منكم واستحلفكم بالله ان ما حدش يدعي عليا، لان انا كل اللي بحاول اعمله انقل ليك خبرتي، انقل ليك التجربه اللي انا عشتها في المجال، اتبهدلت وحصل استفدت، مشيت غلط مره وقعت. فانا عايز انقل لكم التجربه ديت بحلوها وبمرها علشان تستفيدوا منها وتقدروا تحددوا الطريق اللي هتمشوا فيه، وان شاء الله ان شاء الله هتوصل. انا بس عايز من حضرتك ثلاث حاجات، بس ثلاث حاجات وان شاء الله هتوصل، ومش هتوصل وبس، هتوصل لقمه النجاح. ان انت يبقى عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. النقطة دي مهمة جدا والله، يعني زي ما بقول يجي واحد نازل من بيته يقول لك يا اليوم ده ماله كئيب كده، انا حاسس ان انا هعمل حادثة النهاردة بالعربية، يقوم يعمل حادثة بالعربية. واحد تاني يقول لك يا عم انا اذاكر ليه ولا اعمل ايه، هذاكر، ما هو فلان هو تذاكر وخد شهادات ومعاه سي سي اي اي اعلى شهادة في سيسكو وما اشتغلش، وفلان هو معاه سي سي اي ومرتبه مش عارف ضعيف. يبقى انت اللي بتسيء الظن بالله، يعني انت ليه تتوقع الشر، توقع الخير، وربك سبحانه وتعالى كريم، فانت احسن الظن بالله. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، انا بقول لك على كذا حاجه كده، ان شاء الله ان دنيتك فاكرهم وبتشتغل بيهم ان شاء الله هتوصل وهتنجح. يبقى الاولانيه حسن الظن بالله، الثانيه الثقه بالنفس. ما تبقاش مهزوز كده، خلي عندك ثقه في نفسك عاليه، انت عندك امكانيات تقدر ان شاء الله سبحانه يعني بتوفيق الله ليك ان شاء الله هتوصل. فخلي عندك ثقه في نفسك، وخلي اوعى الثقه دي تهتز. ثلاثه، خليك مؤمن بالنجاح. النجاح هيجي هيجي، لان ربنا اللي وعدنا بكده، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، وانت ان شاء الله هتحسن العمل. فخليك مؤمن ان النجاح جاي جاي هيجي، وده مش هيخليك توقف زي صاحبنا اللي استعجل الثمره فوقف، هيخليك ايه دايما بتشتغل. انا مش عايز اقول لكم انا قعدت 3 سنين متمرمط في المجال مش لاقي شغل، 3 سنين يا جماعه، على ما ابتديت الاقي موطئ قدم ليا في مجال الشبكه. فارجو بس ان الناس تحسن الظن بالله وتخليها عندها ثقه في نفسها وتؤمن بان هي ايه هتنجح يوما ما، واليوم ده قريب ان شاء الله بوعد ربنا، وهيجي هيجي ان شاء الله. حابب بس في المقدمة دي أأكد عليك وأكد عليكم كلكم يا اللي بتسمعوني، إن اسمع السلسلة دي أكتر من مرة، ما تسمعهاش مرة واحدة. يعني هي مش شرح أكاديمي، ده هي زي كأنك بتدردش مع واحد حوالين مستقبلك وإزاي تخطط ليه، فممكن حاجة تفوت منك. فأرجو منك إن أنت زي ما قلت أنا مش عايز ورقة وقلم، أنا عايزك تسمعها بس أكتر من مرة، وتسمعها إيه بقلبك وعقلك كده وبتركيز. طيب خلينا نبدأ. عموما أنا زي ما أنتوا عارفين عامل كالعادة باوربوينت علشان نتابع منه، لأن أنا زي ما أنتوا عارفين ما بحبش أسيب نفسي أسترسل كده، لأن الاسترسال ده ممكن يخلي الواحد يجي على جزئية ويتكلم فيها ويطول فيها قوي، وجزئية تانية ينساها وكده. فالباوربوينت الحقيقة بيساعدك دايما أن أنت إيه تتكلم بتسلسل وما تنساش حاجة. فزي ما بقول ايه الهدف من السلسلة، خلونا ندردش شوية عشان نبقى عارفين ايه الهدف من الفيديوهات دي. الفيديوهات دي مش هدفها ان احنا نقعد نضيع وقتكم بشوية كلام كده في الهواء، لا صحيح احنا بنحب بعض في الله ونتمنى ان ربنا يجمعنا في الدنيا وكمان في الاخرة في جنات النعيم، لكن لازم يبقى فيه هدف من السلسلة ديت عشان ما نضيعش وقتكم. الحقيقة الهدف من السلسلة ديت
هو الإجابة على مجموعة من الأسئلة، والإجابة عنها بشكل يمكنك من إن أنت تخطط لمستقبلك. الأسئلة دي طبعا يمكن صاغها أخونا أحمد جلال، ربنا يبارك فيه، اللي هو مدير الجروب بتاعتي على الفيسبوك أول سيسكو لاب. بيقول فيها إيه؟ عجبتني الصياغة بتاعته عشان كده كتبتها في الهدف من السلسلة. بيقول فيها إيه؟ عايز المفروض إن اللي بيسمع السلسلة ديت مش شرط يبقى عارف شبكات، ويمكن أنا ذكرت إن في ناس بتتواصل معايا عمرها 16 سنة، واحد اسمه عادل حتى على اسمه عشان كده فاكر اسمه، وعمره 16 سنة وبيتواصل معايا عايز يدخل مجال الشبكات وعاجبه جدا. فمش شرط إن كل الناس اللي بتسمعني عارفة يعني إيه شبكات، فالنهاردة هحاول أفهم وأوضح يعني إيه شبكات، والشبكات دي بتتكلم عن إيه، ولو حابب يبدأ يبدأ فيها إزاي. طب لو واحد عنده خبرة شوية بدأ فعلا في الشبكات، خد كورس مثلا بس مش عارف يكمل، فاحنا هنقول له انت صحيح بدأت، وهنقول له وصلت لفين وازاي تكمل، وان انت ماشي صح ولا لا بالنسبة للناس اللي خدت اكتر من كورس، وازاي تكمل زي ما بقول لكم لغاية لما توصل للمستوى المحترف، ونحط رجلك على الطريق عشان تقدر تختار لنفسك طريق في يوم من الايام تبقى مهندس خبير ان شاء الله. كل دي الحقيقة بقول اسئلة هنحاول نوضحها ونجاوب عليها في السلسلة بتاعت النهاردة. يبقى إذن الفئة المستهدفة من السلسلة ديت هي مين؟ أي حد، أي حد حابب يدخل مجال الشبكات يتفضل يسمع السلسلة ديت، وإن شاء الله إن شاء الله تساعده إن هو يبقى مهندس محترف. سواء بقى الشخص ده كان مهتم بمجال الاي تي، مهتم يعني بيحب الاي تي بيحب يقرأ فيه وقرر يتخصص فيه، او شخص متخصص في الاي تي بس في حاجة تانية غير الشبكات وقرر يغير تخصصه ده الى الشبكات، او حتى الناس المتخصصة في مجال الشبكات، كل الفئات دي الحقيقة انا شايف ان هي الفئة المستهدفة من سلسلة الفيديوهات اللي انا بعملها دي. يبقى زي ما بقول تاني هو انا مش جاي اضيع وقتي ووقتكم، انا بحاول احكي لكم تجربتي وخلاصة تجربتي دي كمان، والدروس اللي انا استفدتها وتعلمتها من الحياة ليه؟ علشان أساعدك تمشي في مجال الشبكات لغاية لما تقف على أرض صلبة وتبقى مهندس محترف تفيد نفسك وتفيد غيرك. خلونا نبدأ ونروح للسلايد اللي بعد كده. السلايد اللي بعد كده زي بقول هي أجمل سلايد زي ما مراتي قالت لي، وأنا طبعا بصدقها. السلايد دي الحقيقة بتتكلم عن إيه؟ بتعريف مين الشخص اللي قاعد يكلمك ده. ده حاجة مهمة على فكرة انك تعرف مين عادل، وان كنت انا مش حابب استطرد فيها كتير، لكن عموما برضو مش عايز اقول اقعد اتكلم عن ايه الاختصارات دي، فاحنا مفترضين ان في ناس كتيرة مش عارفة. دي عموما شهادات، كل دي شهادات بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت عليها في مجال الشبكات، يمكن اعلاها اللي هي CCIE من سيسكو اللي هي شهادة مهندس خبير. لسه صحيح ما كملتهاش، بقى لها خلصت امتحان وبقى امتحان، لكن ان شاء الله ننجزها. كمان معايا شهادات في الإدارة، إدارة المشاريع وإدارة أقسام الاي تي. كمان معايا ماجستير، وبفضل الله دلوقتي حاليا طالب دكتوراه، بدرس في الدكتوراه، ربنا يمن علينا يا رب ونخلصها. بالنسبة للوظائف اللي اشتغلتها الحقيقة اشتغلت من اول حتة تكنيشن كده بينزل تحت الترابيزة او تحت المكتب عشان يوصل الاسلاك للكمبيوتر، لغاية لما بفضل الله بقيت اي تي مانجر، مدير قسم الاي تي، ومسكت مشاريع نتورك بروجكت مانجر، مشاريع متخصصة في الشبكات، كمان كبير مهندسين، كمان اشتغلت نوك مانجر. نوك ده اللي هو مركز قيادة الشبكات، المكان اللي فيه كل حاجة تخص الشبكات من سيرفرات وأجهزة واتصالات، أنا بفضل الله كنت المانجر للمكان ده. اللي حابب يعني زيادة معلومات عني وكده، كان في منتدى معروف متخصص في الشبكات، منتدى سيسكو في بي. المنتدى عمل معايا الحقيقة لقاء، وصحيح اللقاء كان من زمان شوية قديم، لكن اعتقد ان في اللقاء ده معلومات كافيه او كتير عني اللي حابب يعني يستزيد. طيب ندخل بقى في الموضوع. كل اللي فات ده كان مجرد مقدمه كده وتمهيد للموضوع، فخلينا بقى ندخل في صلب الموضوع. اولا ايه هو اصل السلسله دي؟
يعني ايه هو اصل موضوع من اين ابدا وكيف ابدا في الشبكات؟ سؤال لطالما حير. منين جت فكره انك تعمل موضوع بيتكلم عن الجزئيه دي؟ خليني احكي لكم برضه، وبرضه هيرجع للعمل التطوعي، وبرضه هيرجع للعمل الخيري، وهتشوفوا بركه العمل الخيري التطوعي ده قد ايه، ليه بركه عظيمه جدا سواء على المستوى الشخصي او في نفع الناس. خلينا نبدا القصه. ويكفيك الحقيقه في الجزئيه دي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا سلام، جميله جدا. يعني المعروف اللي بيعمل معروف في الناس وخير وبيساعدهم، العمل التطوعي الخيري، عمره ما يقع في ضيقه، عمره ما تحصل له مشكله، تقي مصارع السوء. يا سلام. لكن برضو خليني احكي لكم التجربه عشان تعرفوا، بس اصل يعني الناس ممكن عمل بسيط جدا يقودك الى اعمال عظيمه جدا تنفع الناس، نسال الله الاخلاص والقبول. طيب، زي ما بقول لكم البدايه كانت ازاي، يعني منين جت في فكره الندوه النهارده. فكرة الندوة النهاردة جت ازاي؟ انا اول ما عرفت عن مجال الشبكات وسمعت عنه قررت ابدأ فيه، ورحت خدت شهادة، خدت التانية، كانوا هما طبعا سي سي ان اي وسي سي ان بي. انا بدأت يعني غير الخطة، ما انا بقول لكم الخطة اللي انا هقولها لكم النهاردة دي ناتجة عن دروبات ومشاكل وحاجات انا وقعت فيها فتعلمت. المهم، انا دخلت مجال الشبكات، خدت شهادة اسمها سي سي ان اي، وبعدين خدت شهادة تانية اسمها سي سي ان بي. الحقيقة بعدها حسيت ان انا فاهم كويس، وكان من احسن الاماكن او المنتديات اللي استفدت منها جدا 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 في طريقي هو منتدى عرب هاردوير. طبعا كان في قبله بوابة العرب التعليمية واستفدت منه، لكن الحقيقة عرب هاردوير الحقيقة كان ليه بصمة الحقيقة في طريقي، وناس كتيرة ولغاية دلوقتي الحقيقة عرب هاردوير بيساعده. لكن من اكتر الحاجات اللي استفدتها من عرب هاردوير بعيد عن المجال او تخصص الشبكات هي ان انا افيد الناس. في ناس عماله تكتب وتساعدك وتسال سؤال الناس تجاوبك لغايه لما ساعدوك انك حصلت على سي سي ان بي. فقلت انا اقل من الناس دي ايه؟ الناس دي يعني بتحب الاجر وعايزه تاخد اجر اخروي وبتدور على الاخره وعندها معاني كده جميله، وانا اهم حاجه نفسي نفسي، لا انا لازم اشارك معاها. وفعلا ابتديت اشارك في المنتدى، وشاركت الحقيقة بمقالات كتيرة وحاجات كتيرة، كان من أبرزها اللي هو سلسلة أو موضوع كتبته في المنتدى بعنوان شوفوا البداية جت إزاي، من أين أبدأ وكيف أبدأ في الشبكات، سؤال لطالما حير. كتبت الحقيقة الموضوع دوت، وكان في تفاعل كويس وكده، والناس بدأت تتجاوب معانا وخلاص، موضوع زي الموضوعات اللي كتبتها. لكن من قدر الله عز وجل إن كان في الوقت ده أخونا المهندس أيمن النعيمي مشرف من مشرفين منتدى عرب هاردوير، طبعا ايمن النعيمي عالم وغني عن التعريف يعني. فجيت تواصل معايا ايمن وقال لي والله احنا بنعمل مجله اسمها نتورك سيت، والمجله دي اول مجله عربيه متخصصه في الشبكات، اصدرنا منها عدد، واحنا بصدد اصدار العدد الثاني من المجله، وعايزينك تشارك معانا بمقاله شهريه، ويا ريت المقاله دي تبقى تحت نفس العنوان، يعني نفس العنوان اللي انت كاتب بيه الموضوع في المنتدى اللي هو من اين ابدا وكيف ابدا في الشبكات، سؤال لطالما حير. الحقيقه انا اقتنعت بالفكره وتحمست لها خالص، وابتديت انفذ فيها واكتب المقاله. هما تقريبا سلسله المقالات كانوا حوالي 6 مقالات. طبعا بعد كده اتعرفت على اخونا ايمن النعيمي عن قرب زي ما بيقولوا، والحقيقه الراجل كان عنده مشاريع ضخمه ومشاريع كتيره وممتازه، يعني غايه في الروعه. كان الهدف منها طبعا او الغايه الرئيسيه حاجتين: اثراء المحتوى العربي. يعني ايه اثراء المحتوى العربي؟ زياده المحتوى العربي من المواد التعليميه اللي باللغه العربيه اللي تدعم الشبكات او مجال الاي تي. والحقيقه الراجل ليه بصمه الحقيقه وقدم كتير. الهدف الثاني كان تنبيه الناس الى العمل التطوعي او الخيري، وان ازاي الناس تشتغل تفيد غيرها بدون مقابل. زي ما بقول لكم لما اتعرفت على اخونا ايمن وكان عنده مشاريع كثيره، احد المشاريع اللي اقترحهم عليا جزاه الله عني خير الجزاء، يعني الحقيقه الراجل ده يعني اتعلمت منه كتير واستفدت منه كتير، ربنا يبارك فيه. احد المشاريع زي ما بقول لكم اقترح عليا بعد موضوع المجله، واستمرت معاهم فتره في المجله وبعد كده انقطعت، وكان السبب ان هو يعني انا مسكت مشروع من بابه اللي هو قناه في اليوتيوب. القناه دي فكرتها ايه؟ بتشرح فيها شروحات عربيه في مجال الشبكات. وكان اول سلسله عملناها سلسله اول سيسكو لاب اللي
هي اللي لقت القبول الكبير المشهور اللي انا معروف بيها الحقيقه، اول سيسكو لاب. وكان فيها فيديوهات قديمه ليا اسمها اي بي فيرجن 4، شرحت الاي بي فيرجن 4 نشرناها ايضا على القناه. وبعد كده عملت مجموعه من السلاسل اللي هي اي بي فيرجن 6 والاو اس اي موديول لاير، وادينا بنعمل سلسله جديده اهو. تقريبا السلاسل دي كلها انتهت، لسه معلق منها اتنين، اي بي فيرجن 6 شغالين فيها والاول سيسكو لاب. دعواتكم كده ربنا يمن علينا ويعيننا ونلاقي الوقت والجهد اللي نقدر نخلص فيه السلسلتين دول، لكن سلسله النهارده دي ان شاء الله تخلص. بعد قناه اليوتيوب تواصل معايا الحقيقه واحد من فلسطين الحبيبه اخونا محمد، وقال لي يا اخي انت ليه الناس بتتواصل معاك بالايميل؟ يعني الناس اللي بتسمع الفيديوهات بتاعتك وعايزه تسالك او عايزه تتواصل معاك ليه بالايميل؟ ما تعمل لنا جروب على الفيسبوك وندخل كلنا ونتناقش. ويعني برضه زي ما بقول اقتنعت بالفكره وعجبتني جدا، وعملنا جروب على الفيسبوك اللي هو الجروب بتاعنا اللي انتوا يمكن عرفتوا عادل منه. معظم الناس عرفت العادل عن طريق معظم الناس عن طريق الجروب بتاعنا اللي على الفيسبوك. بعد ما سمعت الفيديوهات طب نتواصل ازاي؟ مكتوب تحت الفيديو في اليوتيوب الجروب في الفيسبوك، جات الجروب وابتدت تتعرف عليه. الجروب ما شاء الله دلوقتي خلاص فاضل له 50 60 واحد ويوصل 8000 مشترك او عضو، وكلهم ناس مهتمه بالشبكات، مهندسين وكده، وخصوصا سيسكو يعني، ومن 26 دولة. يعني شوف 8000 مهندس من 26 دولة، بفضل الله ربنا يا رب يتقبلها يا رب ويجعلها خالصة لوجهك كده. فزي ما بقول لكم هو ده العمل التطوعي، دايما يثمر ويثمر بخير اكتر، كل ما تقدم خير يجي خير اكتر يجي خير اكتر. حتى انتهى الامر بان الاكاديمية اللي هي الدارين تواصلت معايا وقالت لي اعمل فيديوهات عن السلسلة دي، فعملنا الفيديوهات، لكن ربنا ما قدرش ان هي تكتمل يعني، لذلك انا بعيد تسجيلها زي ما قلت في اول الفيديو. طيب ايضا من الحاجات المهمة جدا اللي حابب بيها ابدأ في المقدمة ده، سؤال الحقيقة ملح جدا 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 وكل الناس بتسأله، وهو فيما يخص جزئية المسار الاكاديمي. ايه بقى يا سيدي السؤال المشهور ده؟ يجي واحد يقول لك ايه، انا معايا كلية تجارة، انا معايا بكالوريوس تجارة يعني مؤهل بعيد خالص عن مجال الاي تي، اقدر ابدا في الشبكات. واحد تاني يعني من كام يوم واحد مكلمني على الفيسبوك بيقول لي انا معايا ليسانس لغه عربيه اقدر ادخل المجال، انا حابب مجال الشبكات وكده. انا هجاوب عليكم يا جماعه بمثال، بقصه حقيقيه انا عشتها، عشان بس تعرفوا ان الاجابات هي عن خبره. يعني انا مين اللي اداني كورس سي سي ان بي؟ يعني مين المدرب الانستراكتور اللي قعد يفهمني ويشرح لي سي سي ان بي ويعمل لي لابات وكده؟ هو شخص معاه بكالوريوس تجاره. والشخص التاني، لان الكورس اتقسم على كذا واحد شرحوا لي كانوا اتنين، والشخص التاني كان معاه ليسانس تقريبا او بكالوريوس خدمه اجتماعيه، فكانوا بعيدين جدا على المجال. اذا يا جماعه موضوع المسار الاكاديمي او مؤهلك الدراسي، هو احنا خدنا ايه اصلا في الكليات؟ الكليات دش وكلام قديم وكلام بقاله 50 سنة. فاللي انا عايز اقولك المسار الاكاديمي لا يعيقك عن دخول مجال الشبكات، وبالعكس والتميز فيه. انا بس عشان ابقى منصف انا لا انكر ان حتة جزئية ان المسار الاكاديمي مش تبقى متخصص في الشبكات او في مجال الاي تي، اقصد تبقى نقطة ضعف، والناس تبقى دايما بصلها كل شوية، يعني ايه تحس دي نقطة ضعف في السي في بتاعك. طب نقطة الضعف دي انا لازم اخدها كنقطة قوة ازاي؟ يعني دي هتدفعني ان انا احصل شهادات اكتر، اذاكر كويس، افهم احسن، اشتغل كل حاجة بايدي عشان يبقى عندي خبرة، عشان ابقى مميز، عشان ابقى ظاهر في الانترفيو ان انا راجل فاهم، يخلي الشخص يتغاضى عن نقطة الضعف دي. فهمتوا قصدي انا عايز اوصل لايه؟ يعني زي ما اقول كونك مسارك الاكاديمي مش في الاي تي مش هتضرك اذا كنت انت فعلا كويس، انما بقى اذا انت جاي بقى عايز تدخل المجال بقى عشان حتى تحصل وظيفة وتاخد مرتب كويس والقصة دي، لا يبقى مش ده طريقنا. احنا بنقول احنا جايين نخطط لمستقبلنا صح، علشان نبقى اشخاص ترفع لنا القبعة، يعني الناس تحترمك وتقدرك وتشير اليك بالبنان زي ما بيقولوا.
ده بالنسبه لحته ان انا مسار الاكاديمي مختلف. وبعدين هنصحكم نصيحه احسن بقى من حكايه ان انت تاخد شهادات وتطور نفسك وتفهم احسن وتبقى خبره، لا لا، في حته بقى مهمه جدا. المسار الاكاديمي ما يقفش هنا يا جماعه، يعني حاول ما توقفش نفسك عند حته بكالوريوس دي، كمل ماجستير. انا ليه بقول لك كمل ماجستير وكمل كمان دكتوراه؟ انت يمكن لما تكبر في السن وتدخل في المجال تعرف ميزه حته ان انا بقول لك كمل ماجستير او دكتوراه. ايه الميزه؟ يعني ايه الميزه ان انا اكمل ماجستير او دكتوراه؟ الميزه انك لما تيجي في يوم يقول لك عايزين اي تي مانجر، عايزين مدير لقسم الاي تي، لو معاك ماجستير دي بتضيف لك نقاط كتيره جدا وبتخليك مميز ومفضل عن غيرك. خدت بالكم؟ طب واحد يقول لي بس انا بكالوريوس تجاره هاخد ماجستير في حاجه، لا لا، خد بالك لما بتروح مجال الماجستير الدنيا بتوسع عندك شويه، يعني بيبقى في اوبشن وخيارات اكتر، فممكن تاخد حاجه مثلا في اداره اقسام الاي تي. انا مثلا معايا بكالوريوس اداره، اخد حاجه في اداره الاي تي. انا في كليه تجاره محاسبه مثلا، اخد ازاي اعمل اوتوميشن للمحاسبه والبرامج اللي انتوا واخدين بالكم. يعني حاول احرف المسار بتاعي اوديه ناحيه الاي تي، وبكده يبقى انا ربطت. يعني انا مش بقول لك ارجع خد بكالوريوس تاني اي تي، لا لا، كمل في نفس طريقك بس خد ماجستير حاجه تقربك من الاي تي على قد ما تقدر، يعني سدده وقاربه. طب بالنسبه للناس بقى اللي متخصصه في الاي تي اللي شهادتها في الاي تي، اقول له دي نقطه قوه عندك، وحاول تقوي نفسك ان انت زي ما قلنا تكمل الماجستير والدكتوراه، وحاول تاخد تخصصات ادق وحاجات يعني مميزه عن غيرك، مش الحاجات المتكرره، عشان تبقى مميز وتقدر تستفيد منها في المستوى القدام. زي بقول لما تكبر في السن والمجال هتستفيد من حكايه الماجستير دي والدكتوراه استفاده غير عاديه. يجي واحد يقول لي بس انت ما تعرفش ظروف الحياه وحكايه الماجستير دي، ده تنبيه بس. يجي واحد يقول لك ايه ما تعرفش ظروف الحياه والماجستير والحاجات دي مكلفه ولازم وقت ومش بص، انت بتتاجر، دي تجاره، ده استثمار على فكره. الاستثمار بالعلم ده حاجه يعني مش عايز اقول لكم، الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العلم، الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العلم. فانت بتتاجر زي اللي بيدخل تجاره ومستني ارباح، انت كذلك بتستثمر في نفسك في علمك، وصدقني هتلاقي الكلام ده قدام. اعمل جزء من دخلك للكلام ده، تجارة، اعتبرها تجارة، انت داخل مشروع بتتاجر بتستثمر في نفسك. خلاص، نتنقل بس للجزئية اللي بعد كده، وارجو ان انا اكون وضحت واكدت على حكاية المسار الاكاديمي وحلت لكم اكبر مشكلة واعظم سؤال بنتسأله في حتة خصوصا في البداية. معلش المقدمة بس ممكن تبقى طويلة شوية، لكن زي ما قلت لكم انا مش هسيبكم النهاردة لما نعرف طريقنا، نحط خطة واضحة جدا ان شاء الله تبقى واضحة المعالم، بيها ان شاء الله تقدر تتميز في مجال الشبكات، لان زي ما هقول لكم الدنيا كلها جاية شبكات. نروح لحتة تخصصات الاي تي. الحقيقة النهاردة مجال الاي تي تشعب بشكل غير طبيعي. يعني زمان كنا نقول مجال الطب متشعب وفي اقسام ومش، لا لا لا، تلاقي طبيب جراح، طبيب انف واذن، طبيب مش عارف ايه، لا لا لا، الاي تي النهارده بقى متفرع ومتشعب بشكل اكبر كتير من كل التخصصات اللي في الدنيا. فعلا مجال الاي تي بقى حاجه غير طبيعيه. لذلك انت لما تيجي تدخل مجال الاي تي، او اذا كنت انت في مجال الاي تي، لازم تختار الحاجه المميزه، الحاجه اللي لها اهميه قصوى في مجال الاي تي. وانا اعتقد مع تنوع التخصصات في الاي تي وكثرتها ان اهم تلك التخصصات هي الشبكات. واحد يقول لي انت كده متحيز، ده عشان انت بتاع شبكات يعني ولا ايه؟ لا لا، انا هقول لك بالبرهان وبالدليل، وعندي النهارده دليلين ياكدوا على صحه كلامي ده، ان مجال الشبكات هو اهم مجال من مجالات الاي تي. الدليل الاولاني التجربه الشخصيه، تجربتي انا الشخصيه اللي جاي احكيها لكم النهارده. انا اول ما بدات خدت بكالوريوسي والتمهيدي ماجستير في البرمجه، وبعدين لقيت سوق البرمجه مش قد كده في الوطن العربي، فقررت اغير خلاص، قلت خلاص. فدخلت بقى في الفوتوشوب و3 دي ماكس والتصاميم وكده، برضو سبتها ودخلت في تصميم صفحات الانترنت. كملت الماجستير في الداتابيز وقواعد البيانات لغايه لما وصلت للشبكه. الحقيقة لقيت في الشبكات نفسي، ولقيت ان هي دي المستقبل.
ده الدليل الاولاني. ممكن واحد يقول لك بس ده مش دليل، يمكن ميولك الشخصيه. طب خليني اقول لكم الدليل التاني والاقوى من كده بكتير. بس حابب انبه على حاجه كده، مش معنى كده ان التخصصات التانية وحشه او تقليل منها او تزهيد فيها، بالعكس هي تخصصات جميله وليها برضو سوقها وليها، بس صدقوني الدنيا شبكات، الدنيا اللي جايه شبكات. خليني اديكم مثال او الدليل التاني على الكلام اللي انا بقوله ده، اللي هو انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء. ايه انترنت الاشياء؟ انا كنت بقول لكم من شويه ان انا بدرس دلوقتي الدكتوراه، ربنا من عليا وانا بدرس الدكتوراه في جامعه حكوميه في تشيك، واحد الجهات المشرفه عليا في دراسه الدكتوراه هي منظمه عالميه مشهوره جدا اسمها الاي تريبل اي، معرفش الناس عارفاها ولا لا، بس عموما الاي تريبل اي اللي هي اي 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 معهد مهندسين الكهرباء والالكترونيات، هي أكبر جهة أو منظمة في العالم بتضع المقاييس الخاصة بالإلكترونيات والكهرباء والشبكات وحاجات كتيرة جدا في الأي تي. فأنا بقول لكم الجهة دي مشرفة عليا، فعلشان هي مشرفة عليا وجهتني إن أنا أعمل موضوع الرسالة في الدكتوراه لآخر حاجة وصل إليها العلم. طب إيه هي آخر حاجة وصل إليها العلم واللي الناس كلها شغالة عليها دلوقتي والأبحاث وكده؟ هي إنترنت الأشياء، إنترنت أوف ثينجز. إيه إنترنت الأشياء؟ خليني أشرحها لكم بمثال بسيط كده علشان بس الناس تستوعب. انا عندنا دلوقتي حاجه اسمها التليفونات الذكيه، صح؟ سمارت فون. طب ليه سموها سمارت يا جماعه؟ لان ده اول جهاز يبقى زي الكمبيوتر يتفاعل كده وفي تطبيقات ويدخل على الانترنت فسموه التليفون الذكي. طب تخيل بقى لو كل حاجه حوالينا وفي حياتنا بقت كده، هيذوب مصطلح سمارت. اصل مصطلح سمارت ده عشان يميز التليفون عن غيره من التليفونات. فتخيل بقى لو كل حاجه حوالينا بقت ذكيه. يعني ايه كل حاجه حوالينا؟ خلينا اديكم مثال ظريف، ودايما هم يكتبوه في المقالات وكده عشان الجمهور يستوعب التقدم اللي هنوصل له. انا زي ما بقول الكلام اللي انا بقوله ده الدليل التاني على ان اجمل التخصصات واللي هي المستقبل كله هو تخصص الشبكات. خدوا بالكم المثال الظريف ده عن على انترنت الاشياء هو مثال التلاجة. انا مش عايز اقول الذكية، هي التلاجة، لكن هي هتبقى ذكية ازاي؟ مثلا انا نزلت السوق، نزلت، بس احنا المصريين بنقول على القاف اه. فانا نزلت السوق عشان اشتري شوية حاجات كده وبتاع، خضروات، اكل. فوانا في السوق اتلخبطت، نسيت هو التلاجة فيها لحمة ولا لأ. طب أعمل إيه؟ اتصل على التلاجة وهي تقول لك في لحمة فيها ولا لأ، إذا كان فيها خلاص ما تشتريش. واحد يقول لي اتصل على التلاجة إزاي اتصل على التلاجة؟ بسيطة خالص، هو مجرد أبلكيشن، تطبيق، برنامج جميل كده على التليفون، تدخل على البرنامج وتعمل كونكشن اتصال مع التلاجة، ومن خلال السوفت وير ومن خلال إن هي تلاجة ذكية تقدر تقول لك فيه ولا ما فيش وخلاص خلصت. انتوا واخدين بالكم الدنيا رايحة على فين؟ الكلام ده مش بحكي لكم انا فيلم خيال علمي ولا بتاع، لا ده هو واقع، هو ده اللي هيحصل. اديكم مثال تاني برضو على نفس التلاجة. انا ممكن اظبط الابليكيشن بتاع التلاجة ده واظبط التلاجة بحيث ان هي تعمل كونكشن لوحدها مع السوبر ماركت. ازاي؟ انا راجل ما عنديش وقت اروح السوق، وعايز كل الاغراض اللي بتتحط في التلاجة لما تخلص التلاجة هي تتصل بالسوبر ماركت. يعني مثلا نفترض البيض، في اماكن مخصصة للبيض، البيض لما يخلص التلاجة تعمل، او قبل ما يخلص بوقت بسيط يعني بقى حاجة بسيطة كده ويخلص، تقوم التلاجة تتصل بالسوبر ماركت ومتظبط فيها اوقات اللي انا ببقى موجود فيها في البيت، وتقول للسوبر ماركت احنا عايزين كرتونة بيض او طبق بيض تجيبه لنا على البيت في الوقت الفلاني. تفاجأ وانت قاعد في البيت الباب بيخبط، مين تفتح يقول لك والله انتوا طلبتوا طبق البيض ده، على طول تقوم واخده ومحاسب الراجل وخلاص، يبقى وفرت عليك وقت كتير جدا. برضه اديكم مثال اظرف واجمل الحقيقه، يعني ممكن الناس تقعد تضحك على الامثله ديت، لكن الحقيقه هو ده الواقع يا جماعه، الواقع. يعني رئيس وزراء اليابان قال خلاص الهدف الاستراتيجي والخطه الخمسيه اللي جايه لليابان ان احنا نتحول الى انترنت اوف ثينجز، كل حاجه في اليابان هتبقى متصله بالانترنت وسمارت. يعني الناس شغاله دلوقتي واحنا ايه نايمين. الامارات هتعمل سمارت تاكسيز، تاكسيات
ذكيا، يمكن كمان شهرين كده ولا حاجة. عموما المثال الثالث على التلاجة، بس قبل ما اطلع من الموضوع دوت، مثلا ربة المنزل او ست البيت عايزة تطبخ طبخة جديدة، تعمل وصفة كده جديدة، زهقت من الوصفات ومش عارفة تعمل ايه، تقوم ممكن تسأل التلاجة او تطلب من التلاجة انها تقترح عليها بعض الوصفات عشان تعمل. فبسيطة جدا، التلاجة هتعمل ايه؟ هتشيك، هتبص على المكونات اللي موجودة، انواع الخضار، كمية مش عارف اللحمة في كذا في كذا، التلاجة عرفت ان عندها 1 2 3 4 5 6 جواها. هتقوم بقى التلاجة تعمل سيرش على الانترنت، لان هي متوصلة بالانترنت، تعمل بحث كده على الانترنت تشوف ايه الاكلات اللي ممكن تتعمل من خلال المكونات اللي موجودة جواها، وتصل الى وصفة او 2 او 3 تقترحها على ربة المنزل. تخيل بقى الوصفات دي ممكن يعني ايه، يبقى الواحد مثلا طول عمره مثلا مصري ومتعود على الاكلات المصرية، ما يعرفش مثلا الاكلات السورية، ما يعرفش الاكلات اللبنانية، ما يعرفش الاكلات المغربية التونسية، فتبدأ التلاجة تقترح على ست البيت اكلة معروف ان هي مثلا من تونس، خلاص فناكل النهاردة اكلة من تونس جميلة، وانا عارف ان هم اكلهم ممتاز يعني. فهي دي الدنيا يا جماعة، الدنيا رايحة على كده يعني. الاحصائيات بتقول، الاحصائيات خدوا بالكم، الاحصائيات بتقول ان اللي موجود على الانترنت دلوقتي حوالي 2 مليار جهاز، اللي موجود دلوقتي على الانترنت اجهزه ذكيه او اجهزه كمبيوتر او المهم الاجهزه المتصله بالانترنت 2 مليار جهاز. انتم متخيلين ان سنه 2020 2020 سيقفز هذا الرقم الى 50 مليار جهاز؟ انتم شايفين القفزه عامله ازاي؟ من 2 مليار الى 50 مليار جهاز. الاحصائيات والارقام القياسيه لمراكز الابحاث والدراسات بتقول الكلام ده. اللي انا بقى عايز اوصل له واللي يهمني في الحته ديت، ازاي الكلام ده هيحصل من غير شبكات؟ يعني الدنيا كلها اذا هتبقى مبنيه على الشبكات. اذا المتوقع والمطلوب منا احنا كمتخصصين في الشبكات او من الشبكات شيء كبير جدا وشيء كتير جدا في المستقبل القريب. فاللي انا عايز اقوله زي ما بقول لكم ان المطلوب مننا كتير جدا في مجال الشبكات، والمقابل المطلوب منك كتير، اذا مطلوب ناس كتير تنفذ الكلام ده، اذا هو ده المستقبل مجال الشبكات. خليني برضو اؤكد على حته الانفراستراكشر، البنيه التحتيه. ما احنا دلوقتي بنقول ان الاجهزه هتزيد من 2 مليار ل 50 مليار، طب الاجهزه دي شغاله فين؟ متحمله على ايه؟ على البنيه التحتيه. يمكن في ناس كتير ما تعرفش كلمه انفراستراكشر او البنيه التحتيه. ايه هي البنيه التحتيه؟ باختصار بسيط خالص، انا عندي كمبيوتر هنا بتوصل بالكمبيوتر بتاع سعادتك عندك، ازاي؟ ايه حلقه الوصل؟ يعني ايه هو السلك اللي موصلني من عندك، من عندي لغايه عندك؟ هو بقى طالع من عندي سلك رايح على مودم، رايح على سويتش، رايح مش عارف على شركه، رايح. هي دي البنيه التحتيه. البنيه التحتيه دي هي اللي انا محمل عليها، اللي انا شغال عليها، اللي انا بديها البيانات بتاعتي واقول لها وديها في المكان الفلاني. فاذا البنيه التحتيه دي مطلوب منها كتير جدا في ظل 50 مليار جهاز. لا تتخيل بقى 50 مليار جهاز دول هيدخلوا على الانترنت، يبقى الشبكه هيبقى شكلها عامل ازاي؟ دي تطبيقات كتيره، برامج كتيره، قواعد بيانات، سيرفرات، ولازم بقى سرعه الانترنت تبقى مناسبه والاستجابه مناسبه، وحاجات كتيره جدا هتزود العبء على مجال الشبكات، لان المستقبل والدنيا كلها زي ما بقول لكم هي الشبكات. بس انا الحقيقه حابب انا جايب رسمه كده هشرح لكم فيها البنيه التحتيه بتفصيل كبير جدا، وايه شكل الشبكات او شكل الدنيا في المستقبل. ليه عايز اعمل حاجه زي كده؟ لسببين برضو، خدوا بالكم احنا خلصنا ايه تخصصات الاي تي، اهم حاجه فيها الشبكات، والسببين قلنا سبب شخصي وشرحته لكم تجربتي الشخصيه، وسبب تاني ان الدنيا كلها والمستقبل كله هو شبكات. لكن انا دلوقتي بقول لك انا عايز اشرح لكم بقى شكل الشبكه الان والمستقبل. ليه؟ طيب ما انت دلوقتي انت جاي تشرح لنا شبكات، ولا جاي تقول لنا على الطريق اللي هنمشي فيه؟ انت عشان تفهم الطريق اللي تمشي فيه لازم تبقى عارف الشهادات. الشهادات دي بقى بتدرس ايه؟ لازم انا اشاور لك كده في الشبكه، الحته دي لو درستها خدت شهاده اسمها كذا، يعني اربط بين اسم الشهاده والواقع اللي هي بتدرسه او محتوى الشهاده عن طريق فهمك للواقع. ده السبب الاولاني اللي انا عايز اوديكم فيه للرسمه اشرح لكم فيها البنيه التحتيه اللي المفروض هتبقى في المستقبل. السبب الثاني اللي يخليني عايز اروح للرسمه دي عشان اشرح لكم الانفراستراكشر او البنيه التحتيه،
ان انا عندي مبدأ مهم جدا. في ناس تقول لك لا يا عم ما تشغلش الناس الصغيرين التكنيشن والناس العادية بالمواضيع دي، احنا المانجر والناس الكبيرة، الراجل معاك ماجستير دكتوراه ماشي نتناقش فيها ونقرر وبعد كده هم ينفذوا. انا ضد الكلام ده، بالعكس لازم انتوا تبقوا عارفين الكلام ده كويس وان اسهاماتكم فيها هتبقى احسن بكتير ان شاء الله. طيب خلينا قبل ما اروح لاخر نقطه في المقدمه اللي هو احنا هنعمل ايه النهارده، هنحط خطه لثلاث سنين، اروح بس اشرح لكم البنيه التحتيه وبعد كده هنبدا بقى في صلب الموضوع. على فكره معلش المقدمه طويله ويمكن تاخد لها ساعه زي ما بيقولوا او اكتر، بس ده عشان نبقى بس ايه عارفين احنا رايحين فين وبنعمل ايه. ممتاز. يبقى الخلاصه دلوقتي ان انا هوديك، بس عشان الناس ما تتوهش مني، الخلاصه دلوقتي ان انا هوديك على رسمه توريك الشبكات رايحه فين، توريك الدنيا. الناس كلها دلوقتي، الناس كلها دلوقتي بتوجهها للشبكات، حتى سيسكو عامله دلوقتي عملت منتدى او موقع عندها فرعي من الموقع بتاعها اسمه انترنت اوف ايفرثينج، انترنت لكل شيء. فالناس كلها دلوقتي اقروا يا جماعه، اقروا عن الموضوع ده كتير، هتحسوا قد ايه الدنيا كلها رايحه للشبكات. خليني بس نروح للرسمه ونبدا نتكلم بقى في الرسمه دي. هو ده شكل الشبكه في المستقبل، بس الحقيقه فيه كلام كتير وملاحظات عايز اقولها، فخلونا نستطرد في الرسمه دي. وصدقوني صدقوني الرسمه دي اذا فهمتها لما اجي اتكلم على الشهادات هتبقى فاهم الشهاده دي بتتكلم فين، يعني على طول هتقول فعلا الشهاده دي. اسف معلش بس نجيب القلم. هتبقى فاهم والله ان الشهاده بتتكلم عن الجهاز ده، انا لسه ما قلتش ايه الجهاز ده. يبقى انا لو خدت الشهاده دي هفهم اشغل الاجهزه دي كويس قوي، انما لو خدت الشهاده دي لا هشغل الجهاز ده بشكل ممتاز. يبقى لازم تبقى فاهم انت فين، وخصوصا ان في تنوع هائل دلوقتي في الشهادات. برضو هنشوف يعني شهادات سيسكو كان زمان 1 2 3، لا دلوقتي 1 2 3 و4 5 6 ومش عارف طريق فين وطريق فين. الشهادات بقى فيها تنوع رهيب نظرا زي ما بقول لكبر حجم مجال الشبكات وتوسعه، وزي ما بقول لكم هو ده المستقبل. طيب خلينا نبدا في الرسمه ونبدا بشويه تعريفات لحاجات بسيطه كده، والناس اللي دخلت في المجال ومتقدمه شويه تستحملني، لان انا زي ما بقول بشرح السلسله لناس انا بفترض ان هم لسه ما بداوش في المجال خالص. طيب ممتاز. وسامحوني بس اذا ايه يعني طولت شويه في السلايد دي، بس عشان اطمن انك ايه فاهم كويس. طيب انا هبدا بتعريف الرسومات اللي موجوده عندنا في في في, في الرسمه دي. ايه ده مثلا؟ يعني ده ايه ده؟ ده جهاز كمبيوتر. ممتاز. يعني ايه جهاز كمبيوتر؟ جهاز كمبيوتر بتاع الاند يوزر، بتاع المستخدم العادي، الشخص العادي، اي شخص عادي عنده جهاز كمبيوتر. طيب ممتاز. جهاز الكمبيوتر ده حاجتين، ها هاردوير وسوفت وير. ها هاردوير اللي هو اللي عندك الصندوق الكيبورد الشاشه الحاجات دي، سوفت وير هو نظام التشغيل. اهم حاجه في السوفت وير هو نظام التشغيل اللي هو روح الجهاز اللي بتشغله، لان الانسان هو عباره عن ايه؟ روح وجسد. الانسان من غير الروح يبقى جثه هامده، خلاص ده مات. فكذلك الكمبيوتر هو هاردوير وسوفت وير. السوفت وير الاساسي اللي من غيره الجهاز ما يشتغلش هو الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل، واشهر نظام تشغيل هو المايكروسوفت ويندوز. طيب انا برضو مش عايز اتوسع كتير. طب ده ايه؟ سيرفر. يعني ايه سيرفر؟ احنا الناس بتعود الشبكات عندنا حساسيه من كلمه سيرفر، ها؟ طبعا اللي عنده حساسيه لازم يتعالج. هنتعالج ازاي؟ نسمع الفيديو ده وناخد شهادات. طيب يعني ايه سيرفر؟ زي ما بقول احنا عندنا حساسيه من كلمه سيرفر. ليه؟ لاني اول ما بسمع كلمه سيرفر اول حاجه بتيجي في بالي ان هو جهاز كمبيوتر غير عادي. يبقى سيرفر يعني جهاز كمبيوتر غير عادي. يعني ايه جهاز كمبيوتر غير عادي؟ هاردوير. مش احنا قلنا دلوقتي جهاز الكمبيوتر هاردوير وسوفت وير اللي هو الاوبريتنج سيستم، طبعا في سوفت وير كتير على الكمبيوتر بس اهمها نظام التشغيل. كذلك السيرفر كمبيوتر بس غير عادي. غير عادي في ايه؟ غير عادي في الهاردوير وغير عادي في السوفت وير. الهاردوير تلاقي الكيس اللي هو الصندوق ده اللي شكله مختلف، الهارد ديسك اكبر، الرامات اكبر، البروسيسور اقوى، ممكن كمان يبقى فيه 2 بروسيسور. يبقى في الهاردوير ايه مختلف. يبقى انا زي ما بقول عندك حساسيه من كلمه سيرفر، اول ما تسمع كلمه سيرفر على طول جه في بالك جهاز كمبيوتر مواصفاته الهاردوير غير عاديه، وكمان نظام التشغيل بتاعه. يعني مثلا انت دلوقتي اللي بتسمعني، لو نظام التشغيل اللي بيشغل جهازك ويندوز اكس بي هيبقى لا السيرفر عليه ويندوز سيرفر 2003.
ويندوز تاني غير ويندوز اللي انت شغال عليه، ويندوز مخصوص كده ذو امكانيات عاليه يقدر يكنترول على الشبكه. ما هو اسمه سيرفر، هقول لكم انا دلوقتي وظيفه السيرفر. فاذا كان عندك ويندوز اكس بي هتلاقي على سيرفر ويندوز 2003، اذا كان مثلا عندك 7 مش شرط يعني، بس انا بديك نفس الجيل يعني، اذا كان عندك ويندوز 7 هتلاقي عليه ويندوز سيرفر 2008، اذا كان عندك ويندوز 8 هتلاقي عليه ويندوز سيرفر 2012. انتوا واخدين بالكم؟ فيبقى اذا السيرفر ليه عندي منه حساسيه؟ لان انا اول ما بسمع كلمه سيرفر عرفت ان ده جهاز كمبيوتر بس مواصفاته الهاردوير والاوبريتنج سيستم مختلف. طب ليه يعني؟ ليه انا بعمل جهاز كمبيوتر بمواصفات عاليه هاردوير وسوفت وير؟ عشان ليه دورين. شوف انا هلخص لك الدنيا خالص. السيرفر ده ليه دور من اتنين، يا اما يعمل مانجمنت وكنترول، يتحكم في الشبكه ويديرها. يعني ايه يتحكم في الشبكه ويديرها؟ الاجهزه الكمبيوتر دي مين هيتحكم فيها ويديرها ويظبط لها شغلها ويسيطر عليها ومش عارف ايه؟ هو السيرفر. ده دور الاولاني. الدور الثاني يقدم للاجهزه دي او للاشخاص اللي قاعدين على الاجهزه طبعا خدمه. ايه نوع الخدمه دي؟ لا، خدمات كتيره بقى بيقدم السيرفرات بتقدم. طب اديني مثال تاني بس اقول. يبقى الدور الوظيفي للسيرفر حاجه من اتنين، الدور الوظيفي للسيرفر حاجه من ايه؟ من اتنين، يا يكنترول ويمانج، يعني يا يتحكم ويدير الاجهزه، يا ها يا يقدم خدمه للاجهزه دي او لليوزر اللي قاعدين، المستخدمين اللي قاعدين على الاجهزه. الخدمه دي بقى زي ايه؟ اديني مثال. والله عايزين موقع انترنت، فنحط سيرفر ونحط عليه الموقع والناس تبدا تخش تتصفح الموقع ده اللي هو متخزن موجود فين؟ على السيرفر اللي هو هاردوير عالي وعليه اوبريتنج سيستم مثلا ويندوز سيرفر 2008 مثلا، وبيقدم لهم خدمه التصفح يدخل على الموقع. خدمه ثانيه مثلا خدمه الايميلات، زي الايميلات اللي احنا بنسجلها دي. اجيب سيرفر واحط مثلا عليه، مثلا عند الناس في الشركه عندي عايز اعمل لهم ايميلات عشان يتواصلوا مع بعض مثلا، او ما اعمل ايه؟ اجيب سيرفر واحط عليه برنامج اسمه اكس تشينج. اكس تشينج ده ايه؟ بيبني صناديق بريد كده ايميلات، تبدا الناس تقدر تدخل الايميل، تفتح الايميل، انا ابعت لك ايميل، تبعت لي ايميل. ها الايميلات موجوده فين؟ على السيرفر. يبقى السيرفر بيخدم لنا ايه؟ خدمه الايميلات، بيقدم لنا خدمه الموقع التصفح، بيقدم لنا خدمات كتيره جدا بقى. يبقى ده ببساطه يعني ايه سيرفر، وده ببساطه يعني ايه جهاز كمبيوتر. ممتاز ممتاز. ايه ده؟ الجهاز ده اسمه سويتش. يعني ايه سويتش؟ انا خدوا بالكم بحاول اشرح كل رمز لوحده، وبعد كده هبدا ايه اتوسع بقى في الرسم واشرح علاقه الناس دي ببعضها والبني. انا زي ما بقول دي اهم حاجه في المحاضره، دي اهم حاجه انك تفهم الدنيا ماشيه ازاي. ده بس كلام عام لسه كده في البدايه، وبعد كده انا هبتدي اخش بقى ايه شكل الشبكات والعلاقه بينها والتخصصات المختلفه فين. فلازم تفهم معايا الرسمه دي كويس. يعني هاجي اقول لك الشهاده اللي بتتكلم عن السيرفرات من حيث الكنترول مانجمنت هي كذا، من حيث الخدمات اللي بتقدمها هي كذا. فلازم تبقى فاهم يعني مجرد ما عرفت الشهاده اسمها عرفت دورها فين، عرفت انت فين من الشبكه، موقعك فين. طيب ممتاز. انا دلوقتي وقفت عند تعريف ايه الجهاز الجميل الصغنون ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه سويتش. يعني ايه سويتش؟ بسيطه خالص. السويتش تعريفه يعني بالبلدي كده، عندي جهاز كمبيوتر وجهاز كمبيوتر وجهاز كمبيوتر عندي 20 جهاز كمبيوتر ومعاهم سيرفر. السيرفر ده بيتحكم فيهم، اظن عرفنا يعني ايه سيرفر بقى، بيتحكم فيهم ويقدم لهم كام خدمه كده كويسه. بس اصلا الناس دي ازاي هتكلم بعض؟ يعني الكمبيوتر هيكلم الكمبيوتر التاني ازاي؟ في الهوا كده؟ لا، لازم اعمل بينهم شبكه. طبعا ممكن في الهوا اذا كانت الشبكه لاسلكيه، لكن انا بقول يعني من غير اجهزه، من غير اعدادات، من غير اي حاجه، لا لازم اجهزه. مين بقى الجهاز اللي هيربط الاجهزه دي مع بعض عشان يبقى بينها شبكه؟ هو ده السويتش. يبقى السويتش ده اللي بيربط اجهزه مع بعضها ويعمل لنا بيها بينها شبكه. ممتاز ممتاز جدا. طب ده راوتر. الراوتر وظيفته بقى يربط بين شبكه وشبكه. يعني انا عندي شركه وفي شركه تانية، كام شركه؟ شركتين. عندي جامعه وعندي فرع من الجامعه، عايز اربط الفرع من الجامعه ده كليه مثلا تبع للجامعه دي بس في بلد تانية، فعايز اربط الكليه دي والشبكه اللي فيها كلها باجهزتها بقى بسيرفراتها بالسويتش، عايز اربطها مع الشبكه التانية او بالجامعه بالفرع الرئيسي الجامعه، اعمل ايه؟ استخدم راوتر. يبقى الراوتر بيربط بين شبكات. خلاص كده؟ يبقى انا خدت كام مصطلح دلوقتي؟ خدوا بالكم كل شويه هزود حاجه. يبقى خدنا جهاز كمبيوتر، خدنا سيرفر، خدنا سويتش، خدنا راوتر. فهمتوهم؟ طيب نبدا بقى نشرح الرسمه دي.
خلينا نمشي مع المثال بتاع بلاش شركة، خلينا جامعة. هفترض ان انا الجامعة دي عندي فيها 50 كلية، كويس؟ عندي كام؟ 50 كلية. ممتاز. كل كلية مبنى، خلاص؟ المبنى ده فيه عدد كبير جدا من الموظفين والأجهزة وكده، محتاجين مثلا في المبنى 4 سويتشات، خلاص؟ يبقى الجامعة فيها 50 كلية، كل كلية مبنى، المبنى ده فيه عدد أجهزة كمبيوتر محتاجة 4 سويتشات. طيب الـ4 سويتشات دول ازاي هيكلموا بعض؟ واحد يقول لي اربط راوتر. لا لا، ده احنا قلنا الجامعة هتربط بالفرع براوتر، لكن ازاي اربط السويتشات دي مع بعض؟ بسويتش تاني، بس السويتش ده اقوى شوية، اذكى شوية، بيسموه ديستريبيوشن سويتش. هو سويتش بس موديل اعلى، مواصفات سويتش امكانياته اكتر، وممكن يشتغل سويتش وراوتر، بيسموه سويتش وراوتر في نفس الوقت، ساعات بيسموه المالتي لاير سويتش. خلينا من الحته دي، المهم ان سويتش اكبر وخلاص. ها، السويتشات اللي تحت اللي بتوصل اجهزه الكمبيوتر مع بعض بيسموها اكسس سويتش. السويتشات دي اسمها اكسس عشان هي اللي موصله ايه، جهاز الكمبيوتر موصل بيها. لكن بقى زي ما بقول لكم، عندي في المبنى 4 سويتشات، الكليه رقم واحد فيها 4 سويتشات، ربطنا عليها كل الاجهزه، بس السويتشات الاجهزه الكمبيوتر على السويتش الاولاني مش قادره تكلم اجهزه الكمبيوتر اللي على السويتش الثاني. وبرضه بنفس المثال، الأجهزة اللي موجودة في الكلية رقم واحد مش قادرة تكلم الأجهزة اللي في الكلية رقم اتنين، لأن دي على سويتش ودي على سويتش. طب إزاي أوصل بين السويتشات؟ أجيب سويتش كبير اسمه ديستريبيوشن سويتش وأوصل كل السويتشات عليه. طبعا ليه من هنا طالع سلكين؟ ده احتياط عشان ده لو اتقطع ده موجود، يعني ليه ديستريبيوشن منه اتنين؟ عشان لو واحد وقع التاني يبقى شغال. دي حاجة بنسميها الباك اب بقى في الأجهزة وكده، هتعرفوها بعدين يعني لما تخش شوية في المجال. بس عموما زي ما بقول لكم، السويتشات اللي هي اسمها اكسس دي اللي بتربط اجهزه الكمبيوتر مع بعض. طب ازاي اربط السويتشات مع بعض بقى؟ بسويتش تاني، بس السويتش بقى مش صغير او عادي زي سويتشات الاكسس، لا، سويتشات ذات امكانيات اكبر بنسميها الديستريبيوشن سويتش. طيب ممتاز، انا عمال اتدرج معاك في الرسمه واحده واحده دلوقتي. طيب ممتاز جدا، انا افترضت ان انا عندي جامعه فيها 50 كليه، صح؟ كل كليه فيها 4 سويتشات، يعني يبقى انا لو جيت على الكلية رقم واحد والكلية رقم اتنين لغاية الكلية رقم خمسة، كل كلية فيها 4 سويتشات، يبقى 4 × 5 = 20 سويتش، صح؟ ربطت السويتشات العشرين دول فوق على الديستريبيوشن، بس مش هربط تاني. ليه؟ اصل 20 سويتش كتير، مش عايز اتقل على الراجل ده. هسمي دي المنطقة الاولى، المنطقة واحد. يبقى المنطقة واحد فيها كام كلية يا جماعة؟ 5 كليات، كل كلية فيها 4 سويتشات، السويتشات الأربعة دول في 5 كليات ب20 رابطهم على الديستريبيوشن. وهعمل منطقة اتنين، المنطقة اتنين دي برضو فيها 5 مباني الـ5 كليات، واربطهم على ايه؟ أنا سامع ناس بتكمل معايا، ممتاز، على ديستريبيوشن، وهكذا وهكذا. بقى عندي كام ديستريبيوشن لو مشينا بالنظام ده؟ 5 كليات 5 كليات، صح، 10 ديستريبيوشن. ما هو دلوقتي 5 كليات السويتشات بتاعتهم جمعتها على ديستريبيوشن، والخمس كليات اللي بعدهم جمعتهم على ديستريبيوشن تاني. طب ازاي الديستريبيوشن هيكلموا بعض؟ بنفس المبدا اللي الاكسس مش عارفين يكلموا بعض، الديستريبيوشن صحيح الديستريبيوشن خلى الـ5 كليات بالسويتشات بتاعتهم بالاجهزه يقدروا يكلموا بعض، بس باقي 5 كليات تانيه. طب ليه ما ربطتش كل الكليات على نفس الديستريبيوشن؟ لا، كتير هنتقل على الجهاز، لازم يبقى مش يعني هو امكانياته كده. طبعا بتختلف من جهاز لجهاز، في جهاز يقدر يشيل لغايه 70 سويتش حسب الجهاز وحسب الديزاين او تصميم الشبكه اللي انت عامل. عموما ازاي بقى؟ زي ما بقول عندي ايه، 10 مناطق، كل منطقة فيها 5 كليات ب50 كلية، صح؟ يبقى كده دي الجامعة. ازاي بقى الـ10 مناطق دول هربطهم ببعض؟ ازاي هوصل الديستريبيوشن ببعض؟ عن طريق ان انا اربطهم بحاجة بسويتش تاني، بس بقى ذات امكانيات اكبر واكبر، اسمه كور سويتش. طبعا الاجهزة دي ليها موديلات واسماء وانواع وانظمة تشغيل. ليها ايه؟ انظمة تشغيل. ايه ده؟ يعني الاجهزه دي السويتشات ده زي كده جهاز الكمبيوتر، هاردوير وسوفت وير، وسوفت وير عباره عن نظام تشغيل. ايوه، ما هو الا جهاز كمبيوتر. كذلك الراوتر، كذلك الراوتر ده. يبقى سويتش راوتر هو جهاز كمبيوتر بس وظيفته الاساسيه هو الربط بين الاجهزه، وبالتالي هو جهاز عادي وليه نظام تشغيل. لو انت بقى عايز تدرس انظمه التشغيل بتاعه الاجهزه دي وتشغلها وتظبط اعداداتها ها، لازم تاخد كورسات تانية غير الكورسات بتاعت السيرفرات، صح يا جماعة ولا ايه؟
ممتاز. الكور دي هو كور واحد بيبقى في الجامعة كلها، الكور ده هو قلب الشبكة، هو اللي بيربط كل أجهزة الشبكة مع بعضها، وهو نقطة الوصل والحلقة بينهم كلهم. بعد كده بعد الكور بنطلع على طول على الإنترنت. أنا مش هقف هنا شوية، مش هقف هنا كتير، لكن عايز أروح لحتة تانية، عايزكم بس إيه تبقوا مركزين معايا. أنا بس مش عايز واحد يقول إيه طولت علينا، صعبت علينا الموضوع، لا الدنيا أسهل من كده. لا، أنت عايز تدخل مجال الشبكات صح؟ يبقى لازم تفهم دنية الشبكات إزاي، حتى بشكل عام، إن جنرال كده بشكل عام، علشان بعد كده تقدر لما تاخد الشهادة تقول طب الشهادة فين؟ إيه؟ أنا فين في الشبكات؟ أنا والله في سيرفرات. خلاص ممتاز، يبقى أنت عارف أنت فين وبدأت تشتغل عليها، عارف إن الدنيا أكبر من كده، عارف إيه العلاقة اللي بينك وبين المجالات الأخرى، مثقف يعني. يعني تدخل مجال الشبكات تبقى مثقف، عارف معلومات عن كل التخصصات دي، بس انت ايه متعمق في جزئية معينة. ها، مثقف في كل حاجة بالشبكات لكن متخصص في جزئية صعوبة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن ذنوبي ومن الشيطان، والله منه براء. جزاكم الله خير الحسنى، سمعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.